لو انت ماشي في مصر بعربيتك على اي طريق، او يعني بعض الطرق او اغلب الطرق، خلي بالك لانه في رسوم جديدة زادت بنسبة 50% على طرق كتيرة جدا بتديرها الشركة الوطنية اللي هي تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللي هو تابع للقوات المسلحة المصرية. خدوا قرار وزودوا الأسعار، والأسعار هتزيد بشكل كبير جدا، وحضرتك لازم تدفع الفلوس دي وإلا هتتعرض لمشاكل هقولها لك دلوقتي. الشركة دي يا باشا شركة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ادوها تقريبا حوالي 6300 كيلو متر على مستوى الطرق في مصر، ادوها كمان من 5 ل 50 متر في عمق الطريق. فالإعلانات كلها بتاعتها، عندها شركة اسمها أو محطات أخرى اسمها شيل أوت، مش عارف كام و60 محطة تقريبا، حاجة زي كده يعني. وشركة عاملة بيزنس كويس جدا وعاملة شغل حلو قوي قوي قوي. فوانت في محطات الرسوم دي ما تعصلكش معاهم، لانه ممكن يتقبض عليك. ايه ده هيتقبض عليا ازاي؟ هم قالوا للشباب الموظفين اللي في محطات الرسوم لو حد رفض ان هو يدفع ما توقفوش وتعمل معاه مشكلة، بس خد لنا صورة رقم العربية، نمرة العربية، وخد لنا صورة الافندي اللي سايق العربية، واعمل محضر ان هو رفض يدفع واحنا هنتصرف. هيتصرفوا ازاي يا ترى؟ وزارة العدل يا باشا 3 مرات في 2000 و تقريبا 20 و22 و21 حاجات زي كده، منحت الضبطية القضائية للموظفين بتوع الشركة الوطنية دي اللي هي رفعت الرسوم، مرة ل7 ضباط، وبعدين مرة تانية لبعض الموظفين، وبعدين مرة تالتة لبعض الموظفين. يعني ايه ضبطية قضائية؟ يعني الافندي ده ممكن يقبض عليك. حضرتك راكب عربيتك داخل محطة الرسوم، قال لك يا باشا الكارتة ب20 او بقت ب40 كويس، او بقت ب15، فانت قلت له لا والله احنا متعودين انها ب5 ولا ب10 مش دافع، قال لك معلش اركني على جنب كده، صورناك، صورنا نمره، اعمل محضر، يطلع لك واحد من معاد الضبط القضائي يقول لك معلش حضرتك شرفنا قدام شويه. شرفنا فين؟ انا موظف في الشركه الوطنيه وجاي اقبض عليك لان احنا معانا الضبطيه القضائيه. فخلي بالكوا يا جماعه الرسوم زادت، وخلي بالك في ناس من اللي واقفين دول معاهم ضبطيه قضائيه، خلي بالك ممكن يقبضوا عليك لان الشركه اللي زودت الرسوم تبع الجيش. بس السؤال اللي انا مش عارف له اجابه، الفلوس اللي زادت دي رايحه الموازنه العامه للدوله، فبالتالي هيصرفوها على الطرق ويحسنوا الخدمات للمواطن اللي بيدفع الرسوم دي، ولا رايحه في جيوب موظفين الشركه الوطنيه اللي هي تبع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه اللي هي تبع الجيش؟ اللي يعرف الاجابه ما يبخلش علينا بيها في التعليقات.